صباح الخير جميعا. راح نستكمل اليوم ان شاء الله نظام القيد المزدوج. راح نحل سؤال المزدوج مش القيد المفرد. السؤال راح نحله بطريقه شويه مختلفه. راح نسجل القيود طبعا، ولكن قبل ما نسجل القيود راح نبدا بتحليل العمليات ونحدد اثر كل عمليه على الحسابات او البنود الرئيسيه في القوائم الماليه وايضا البنود الفرعيه اللي راح نتعرف عليها حاليا. البنود الرئيسيه الاصول والخصوم وحقوق الملكيه، هاي البنود الاساسيه. البنود الفرعيه من الاصول تاثرت النقديه مثلا، كيف تاثرت النقديه؟ زادت، لما زادت تسجل في اي جانب، في المدين ولا الدائن؟ هيك بدنا نحلل العمليات الموجوده امامكم، و بعديها راح نقوم بتسجيل او بحلها بتسجيل القيود الخاصه بكل عمليه. العمليه الاولى كانت هي في 1 او في 2-1، في 2-1 تم استثمار مبلغ 10,000 دينار في الشركه نقدا. المطلوب تحديد الحسابات الرئيسيه والفرعيه التي سوف تتاثر بكل عمليه. نحدد الحساب الرئيسي والحساب الفرعي اللي بتأثر في كل عملية مدين ولا دائن. ما إذا كانت الحسابات الرئيسية سوف تتأثر بالزيادة أو بالنقصان. وأخيرا بدنا نعرف شو هو الرصيد الطبيعي لكل حساب من الحسابات اللي بتتأثر بكل عملية من العمليات أعلى. حسابات المدينة، حسابات الدائنة. كل عملية لها طرفين. كل عملية لها طرفين، طرف مدين وطرف دائن. في الحسابات أو الجانب المدين عندنا التاريخ العملية، الحساب الرئيسي، الحساب الفرعي، التأثير، تأثير العملية على الحساب طبعا، والرصيد النهائي أو الرصيد الطبيعي. وأيضا بالنسبة للجانب الآخر اللي هو الجانب الدائن بدنا نحدد الحساب الرئيسي اللي راح يتأثر في العملية، الحساب الفرعي، التأثير بالزيادة أو النقصان، والرصيد الطبيعي. العملية الأولى قلنا كانت استثمار مبلغ 10,000 دينار في المشروع نقدا. الحساب الرئيسي اللي تأثر في الجانب المدين هو الأصول. الأصول شو صار فيها؟ زادت. أي بند من بنود الأصول تأثر؟ النقدية. طبعا حكينا التأثير كان بالزيادة، زيادة النقدية، والرصيد الطبيعي للنقدية كان أو هو أن يكون مدين دائما. في الجانب الآخر الجانب الدائن، الحساب الرئيسي اللي تأثر هو حقوق الملكية، الحساب الفرعي رأس المال، التأثير كان بأنه رأس المال زاد والرصيد الطبيعي لرأس المال هو الدائن. العملية الثانية في 3-1، في ثلاث منه، في 3-1 تم شراء سيارة مستعملة بمبلغ 4,000 دينار نقدا. تم شراء سيارة مستعملة بأربع آلاف نقدا. شو الحساب الرئيسي في الجانب المدين؟ ثلاث واحد. الحساب الرئيسي اللي تأثر هو الأصول. الحساب الفرعي سيارة زيادة والرصيد الطبيعي مدين. طيب في الجانب الدائن شو الحساب الرئيسي اللي تأثر؟ اشترينا السيارة منها نقدا. الحساب الرئيسي اللي تأثر هي الأصول. والحساب الفرعي اللي تأثر نقدية، لأن دفعنا من النقدية، بالتالي الحساب الفرعي كان النقدية، والتأثير كان بأن النقدية قلت انخفضت. والرصيد الطبيعي للنقدية شو؟ مدين. مدين.
إذن المقصود في الرصيد الطبيعي هون مش تأثير العملية اللي هي الدائن، وإنما شو رصيد الحساب اللي أتأثر في العملية. واضحة؟ الرصيد الطبيعي مش المقصود فيه بأنه في الجانب الدائن نسجل دائن، وإنما الرصيد الطبيعي للنقدية. شو رصيد طبيعي للنقدية؟ إنه مدين دائما النقدية أو أي أصل من الأصول. طبعا أي أصل من الأصول الرصيد الطبيعي لإله مدين، سواء كان في يسجل في الجانب المدين أو في الجانب الدائن. في 9 منه تم شراء لوازم بمبلغ 500 دينار على الحساب. 9 منه تم شراء لوازم بمبلغ 500 دينار على الحساب في الجانب المدين. هاي 9-1. ما هو الحساب الرئيسي اللي تأثر؟ الأصول والحساب الفرعي. بدك تحللها لوازم. التأثير كان بأنه الأصول زادت، اللوازم زادت، والرصيد الطبيعي، الرصيد المديني عفوا الطبيعي مدين أو دائن، مش المقصود فيه دفعناه نقدا ولا على الحساب. الرصيد الطبيعي للأصول شو هو؟ للوازم مدين، لأنه اللوازم أصل من الأصول، إذن مدين بغض النظر دفعناها أو ما دفعناها، يعني نقدا كانت أو على الحساب. المقصود في الرصيد الطبيعي بديش إياكم تخربطوا فيها. المقصود فيه شو طبيعة الحساب أو الرصيد الطبيعي للحساب اللي تأثر بالعملية، سواء كان في الجانب المدين أو الجانب الدائن. طيب في الجانب الدائن الحساب الرئيسي الالتزامات فرع ذمم دائني. ذمم دائني ليش ذمم دائني؟ لأن اشترينا لوازم على الحساب ما دفعنا لهم مش زيادة، زادت الذمم الدائني تأثرت بالزيادة، والرصيد الطبيعي للالتزامات والذمم الدائني هو دائن. في 11 منه أصدرت الشركة فاتورة لأحد الزبائن مقابل خدمات قدمت إليه بمبلغ 1800 دينار. الشركة أصدرت فاتورة مقابل خدمات قدمتها لأحد الزبائن. تأثير في الجانب المدين شو راح يكون؟ يلا مين بده؟ أصدرنا فاتورة بمبلغ 1800 دينار لأحد الزبائن مقابل خدمات قدمنا له إياها. الأصول زادت 11-1. الحساب الرئيسي الحساب الفرعي الذمم المديني. بما أن أصدرنا فاتورة وما حكينا ما قبضناش، إحنا قدمنا خدمات أو بعنا بضاعة ما قبضنا ثمنها، لما مش مكتوب عندنا في العملية أصدرنا الفاتورة، إذن هناك عملية مالية، حدثت عملية مالية، ولكن تأثيرها أن ما قبضنا ثمن هاي الخدمة أو البضاعة اللي قدمناها، وبالتالي الذمم المدينة بتزيد عندي. التأثير زيادة والرصيد الطبيعي هو مدين مقابل في الجانب الدائن. حقوق ملكية. حقوق الملكية الحساب الرئيسي. الحساب الفرعي إيراد خدمة. إيرادات أو إيراد خدمة. التأثير زيادة. زيادة. والرصيد الطبيعي دائن. والرصيد الطبيعي للإيرادات هي
نعرف كلنا الرصيد الطبيعي للإيرادات دائما دائما لما بتزيد. في 16 منه دفعت الشركة مبلغ 200 دينار مصاريف إعلان. دفعت الشركة 200 دينار مصاريف إعلان. الحساب الرئيسي اللي هو حقوق الملكية. الحساب الرئيسي حقوق الملكية. دفعنا كل النقدي الأصول فنحطها عند الحسابات الدائمة في الجانب المدينة. احنا اول شيء الجانب المدينة المصاريف. المصاريف اللي هو حقوق الملكية. حقوق الملكية موافقين معها؟ لا. طيب لا. الأصول مين اللي بيحكي الأصول؟ لا الملكية. مين اللي بيحكي الأصول؟ لا. لا. ليش الأصول؟ لا كنت الأول المصاريف تعامل معاملة الأصول ولكن هي بند أو تؤثر على حقوق الملكية هي والإيرادات، وبالتالي حقوق الملكية الحساب الفرعي هي هو المصاريف. كثير كان بالنقصان ولا زيادة؟ زيادة زيادة. أنت بتحكي نقصان، ليش نقصان؟ حقوق ملكية. هي صح حقوق ملكية بس أصول. لا مش أصول، هي حقوق ملكية مشان تكون الأمور واضحة. مشان تكون الأمور واضحة هي حقوق ملكية. أعطي المايك للي وراك. إذا إحنا بنحكي عن حقوق الملكية بنحكي نقصان لأنه حقوق الملكية قلت لأنه دفعنا. أما نحكي عن المصاريف تأثير العملية المصاريف شو صار فيها؟ زادت. قلنا بأنه المصاريف بتأثر على حقوق الملكية تأثير سلبي. إشارتها لهذا السبب كانت إشارتها أنه حقوق الملكية زائد الإيرادات ناقص المصاريف، ولكن إحنا لما بندفع مصاريف مصاريفنا بتزيد. صحيح مصارينا يعني حقوق الملكية بتقل عنا، ولكن اللي بزيد عنا مصروف. فالمصاريف تأثرت بهاي العملية بالزيادة. طبيعة حساب المصاريف نفس الأصول. قلنا بأنه تأثير أو عفوا قواعدها بأنها بتزيد لما بتزيد بنسجلها في الجانب المدين، ولما بتقل بنسجلها في الجانب الدائن، وهي نفس المعالج المحاسبي للأصول. زادت إذا طبيعة حسابها مدين. الرصيد الطبيعي لإلها مدين. في الجانب الآخر من المعادلة عندنا اللي بتأثر دفعنا الحساب الرئيسي أصول. الحساب الرئيسي أصول. حساب فرعي نقدية. نقدية. تأثير نقصان. الرصيد الطبيعي دائم. والرصيد الطبيعي للنقدية. النقدية شو هو؟ أصل. والأصل رصيده الطبيعي بيكون دائن ولا مدين؟ مدين. مش لأن سجلناه في الجانب الدائن سجل دائن. إذن مدين. ركزوا. في 20 منه. في 20 واحد. قبضت الشركة مبلغ 700 دينار من الزبون في العملية رقم 4. العملية رقم 4 إنه أصدرنا فاتورة لإحدى الزبائن مقابل خدمات قدمت إليه بمبلغ 1800 وسجلناها من حساب ضمن مدينة لحساب الإيرادات. إذن هذا الزبون أجى ودفع لنا مبلغ 700 دينار في الجانب المدين. شو بدنا نسجل؟ انطي المايك لزميلتك. عملية وراء قبضت الشركة تاريخ 20/1. 20/1 الحساب الرئيسي الأصول. أصول. الفرعي نقدية. نقدية. الزيادة. الزيادة. مدين. وطبيعة حساب النقدية مدين. في الجانب الآخر أصول الدمم مدينة قلت طبيعتها
نقصان و طبيعتها مدينة. رجع المايك لل في 23 منه دفع للموردين مبلغ 300 دينار. في الجانب المدين في الجانب المدين أو التاريخ 23/1 نقد أصول أصول تأثرت في المدين نقد لا مش المدين لما دفعنا للموردين يعني دفعنا للذمم الدائنة. الذمم الدائنة شو هي؟ أصل التزام حقوق ملكية التزامات. إذا الحساب الرئيس هو التزامات ذمم دائنة. الحساب الفرعي هو ذمم دائنة نقصان نقصان وطبيعة الحساب هو الدائن. في الجانب الآخر يلا مين قريب عليه؟ دفعات أصول أصول الحساب الرئيسي نقدية النقدية نقصان نقصان مدينة وطبيعة الرصيد هو مدين. في 28/1 أعلنت ودفعت مبلغ 1000 دينار توزيعات أرباح. في 28 منه أعلنت ودفعت. هات المايكون. التوزيعات أو 28/1 حقوق الملكية زيادي توزيعات. توزيعات مثل ايش تعامل؟ مثل المصاريف مثل الاصول والمصاريف. اذن مدين. الجانب الاخر كمليها انت لحالك. اصول تأثرت نقدية النقدية نقصان مدين. انا زايد سطر النقدية شو صار فيها؟ دفعنا أرباح للمساهمين إذا النقدية قلت. شوفوا شوفوا القواعد هنا. تتذكروا لما حطينا المعادلة اللي هي الأصول يساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات ناقص المصاريف زائد الإضافات ناقص المسحوبات أو التوزيعات. تحتها حكينا بأن الأصول عندما تزيد بنحطها في المدين. أصول زادت مدين. أصول نقصت حطيناها في الدائن لكن طبيعة حسابها ما تأثرش أو رصيدها النهائي ما تأثرش. ظل الرصيد النهائي يجب أن يكون مدين. الالتزامات لما قلت نقصت سجلناها عفوا في الجانب المدين. لما بتزيد شن الالتزامات هنا لما لا في التزامات ذمم دائني لما بتزيد بنسجلها في الجانب الدائن. كل هاي الأسئلة بترسخ عندكم القواعد الأساسية اللي حطيناها للجانب لموضوع المدين والدائن. الأصول التزامات حقوق الملكية هذا موضوع مهم بالنسبة لكم كطلاب محاسبة لسنة أولى. حكيتها في المحاضرة الأولى اللي شرحنا فيها الموضوع انك تحفظه وتفهمه مثل اسمك.
بس خليت السطر الأخير هذا بدي أفترض العملية الأخيرة بأنه أعلنت الشركة لا أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بمبلغ 1000 دينار ليست عملية مالية ما في بغير مالية يلا بدي واحد بالمايك يجاوبني لا أعلننا أنه في في توزيع ما دفعتش مش مالية ما دفعناش بس في عملية مالية ولا لا 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 واحد واحد شو رأيك في عملية مالية ولا لا 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 اللي وراها خذ المايك لا فيش عملية فيش عملية فيش عملية أنا دكتور أنا في وتسجل ضمن الالتزامات لأنه ذمم دائمة بتصير علينا في عملية مالية بس الشركة أعلنت عن توزيعات أرباح بس ما دفعتها هو في العادة دائما الشركة إمتى بتعلن عن توزيعات الأرباح بعد نهاية السنة أو في تاريخ 31/12 وبالتالي إحنا ما إحنا بنسجلها كعملية مالية ولكن بندفعها فيما بعد أعلنت إذن هناك التزام على الشركة تجاه المساهمين إذن تأثير العملية راح يكون عندنا أنا أحكيها على حقوق الملكية هو أنا نفس الشيء توزيعات زيادة مدين هناك بتغير هون بصير التزامات دمم دائنة دمم دائنة زيادة زيادة دائم دائم إذن هناك عملية مالية يجب أن تسجل اللي بصير إنه إحنا أعلننا عن توزيع أرباح ولكن لم نقم بدفعها إذن لما ما دفعناهاش بتكون علينا التزام تجاه أصحاب المشروع إعلان الشركة عن توزيعات أرباح هو مستند لما هي الشركة كيف تعلم تقول إنه وزعنا تصدر الإدارة بيصدر تقرير بتصدر تقرير بأنه هناك توزيعات أرباح قيمتها 1000 دينار على المساهمين حاليا طب كيف نسجل زيادة نقصان هي زادت الدينام الدائم لا أنا لا عفوا هي بالغلط بالغلط زيادة هاي زيادة لا ايش هذه المطالب والعمليات ارجعوا كمان للتسجيل المحاضره نفسها تاخذوها بدناش نوقف وناخذ وقت طويل واحنا نسجل فيها بدي ارجع لنفس العمليات ونقوم بتسجيل القيود شو المطلوب عندنا؟ تحديد الحسابات الرئيسية والفرعية التي سوف تتأثر بالعملية ما حكينا تسجيل العمليات حكينا بدنا نحدد شو هي الحسابات الرئيسية والفرعية اللي بتتأثر هل بتتأثر بالزيادة ولا النقصان وشو طبيعة الرصيد لكل بند أو لكل حساب من الحسابات اللي تأثرت بالعملية لما بكون عندنا المطلوب لما بكون عندنا المطلوب هو تسجيل العمليات على باستخدام نظام القيد المزدوج بدنا نسجل باستخدام نظام القيد المزدوج خلينا نساوي دفتر اليومية هاي التاريخ بصير قيود من غير دفتر بس بالدفتر بيكون أكثر نظامي البيان لا أنا قلبت أنا آسف هاي مدين داين التاريخ تسجيل العمليات أعلى باستخدام القيد المزدوج ولكن احنا ما سجلنا العمليات احنا بس حللنا تأثير العمليات هسه بدنا نسجلها بالمدين والدائن
العملية الأولى كانت استثمار مبلغ 10,000 دينار نقدا في المشروع. 2-1 استثمار مبلغ 10,000 دينار في الشركة نقدا، 10,000 دينار من حساب في النقدية في الجانب المدين، 10,000 اللي هو من حساب النقدية، نقدية 10,000 رأس المال 2-1. طبعا نسجل استثمار استثمار رأس المال نقدا العملية الثانية تم شراء سيارة مستعملة بمبلغ 4,000 دينار نقدا. في 3-1 تم شراء سيارة مستعملة بمبلغ 4,000 دينار مدين بقيمة 4,000 دينار، 4,000 الجانب المدين من حساب السيارة السيارات ودائن بمبلغ 4,000 دينار من حساب النقدية. شراء سيارة نقدا 3-1. عملية الثالثة في 9-1 تم شراء لوازم بمبلغ 500 دينار على الحساب اللي هي من حساب لوازم إلى حساب دمام دائنة في الجانب المدين، 500 لوازم 500 في الجانب الدائن اللي هي ذمم دائني، شراء لوازم على حساب في تاريخ 9-1. العملية اللي بعدها يلا اللي بجنبك. في 11-1 أصدرت شركة فاتورة لأحد الزبائن مقابل خدمات قدمت إليه بمبلغ 1800 دينار من حساب إيراد خدمة حقوق ملكية اللي هي 1800 إلى إلى حساب المقابل. ارجعي للقواعد اللي حكيناها. إيراد خدمة حكيتي، الإيراد يسجل زاد شيك بالدائن، إذن يسجل في الدائن. أنت حكيتي من حساب إيراد الخدمة which is غلط، إلى حساب الإيراد. طيب من حساب إحنا ما قبضنا فيها لها. ما قبضنا دمام مدينة من حساب دمام مدينة ألف وثمانين في المدين وألف وثمانمية في الدائن لحساب إيراد خدمي. أعطي المايك برا. دفعت الشركة مبلغ 200 دينار مصاريف إعلان نقدا من حساب مصاريف إعلان إلى حساب نقدي. طيب ميتين مصاريف إعلان دائن 200 الجانب الدائن 200 نقدية دفع مصاريف إعلان دفع مصاريف
نقدا 16 واحد تاريخ 16 واحد. أعطي لزميلتك. 20 منه قبضت الشركة مبلغ 700 دينار من الزبون من العملية رقم 4. 700 دينار من حساب النقدية. إذن في الجانب المدين 700 نقدية إلى حساب الذمن المدين. 700 ذمم مدين. تحصيل من العملاء. تحصيل من العملاء أو مقبوضات من العملاء في 20 واحد. ب 23 واحد دفع الموردين 300 دينار من حساب الذمم الدائنة إلى حساب النقدية. دفع للموردين 300 دينار نقدا. نقدا إذا 300 في الجانب المدين حساب الذمم الدائنة. ذمم دائنة إلى حساب النقدية 300 نقدية تسديد الموردين نقدا. حليته. في 28 أعلنت ودفعت مبلغ 1000 دينار توزيعات الأرباح من حساب التوزيعات إلى حساب النقدية. من حساب 1000 دينار في الجانب المدين توزيعات و1000 دينار في الجانب الدائن نقدية دفع توزيعات نقدا. هنا 28 واحد. طيب اليوم راح اترككم ان شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم.